اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل براويز، ف طبعا يعني هي حاجه بسيطه بس بنعرفها كل الناس حتى الناس المبتدئين ازاي تعمل برواز بطريقه سهله. دي الخشب بتاع البرواز، وتركب استدامة كده. البرواز بقى هيكل، كده البروز قدامك اهوت بقى هيكل بتسمره، بس ما تكبرش المسمار قوي عشان ما يفرقش الخشب. تمام، بعد ما عملنا كده هنحط فيه السلك، السلك اهوت هنركك السلك فيه. اهوت بعد كده هتستخدم البنسة وهنشد السلك، يبقى شد السلك مشدود يبقى عشان يبقى ليه عزم. نشده، بنجيب لوح الشمع، وانا قايل لكم قبل كده ازاي بنطبخ الشمع بتاع الشمع اللي طالع من النحل ونخليه شمع. لوح الشمع اهوت، ونبتدي نركب الشمع ما بين البراويز. اهم حاجه يخش في المشقبيه ديت. اهوت البراز اهو، شوف براحتك. باقي حاجه واحده بس بنثبته بعجله التثبيت. طبعا في ترانس ممكن تستخدمه وممكن تستخدم عجله التثبيت اهي، بس خد بالك ما تفتحش نفسك.
الناحية التانية. ركز كده، الشمع السلك بقى مغروز جوه الشمع والبراز بقى ثابت جدا وممتاز. كده عملنا برواز بمنتهى السهوله، بننزله للنحل بقى، والنحل بيمطوا ويجيبوا عسل. في نهايه اللقاء ما تنساش تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وما تنساش في اللايك والشير، وشكرا ليكم والى اللقاء.